آمال، لازم أشوفك، في موضوع مهم أبي أكلمك فيه. الله يخليك لا تعاني، موضوع يخص ولدنا عصام. أنطر تحددي لي موعد باكر. أهلا وسهلا. هلا دكتور، طمني شلونها الحين؟ هي دلوقتي أحسن بس ما زالت نايمة. الحمد لله رب العالمين، بس دكتور من شنو صار لها كذي؟ هو اللي حصل سبب ارتفاع في الضغط تقريبا هو سبب نفسي. ما حدش يقدر يعرفه غيركم انتوا، لو في حاجة تقدروا تبلغوني بيها عشان نقدر نعالجها يا ريت تعرفوني بيها. إي والله دكتور، صديقتها بالدوام عندها المرض الخبيث الله يكفيني الشر. يوم درت عنها تأثرت وايد، قامت تبكي ونامت وهي زعلانة عشان كذي. على العموم مفيش مشكلة، احنا هنخليها عندنا يومين بالمستشفى نعملها شوية فحوصات وإن شاء الله تقوم بالسلامة يا رب. إن شاء الله. ما قصرت يا دكتور، شكرا. مشكور. تقدري دلوقتي تخشوا لها، بس هي دلوقتي تعبانة مش عاوز أي إزعاج، وخمس دقايق وتطلع على طول. إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. هاي ما. حبيبتي إذا أنت تردين البيت الحين ترتاحين وأنا أقعد عند أمي، وبس تردين أنا أرد البيت. ما احنا مو نايمين من أمس. ما علي ما. خلينا نروح نطلع عليها شوي ونشوفها ونتطمن عليها وبعدين أروح. زين إن شاء الله. يلا يما. يا رب شافيه إن شاء الله. يا ترى شلونها؟ شلون عدت الليلة هذه عليها؟ آخر ظهور لها بالواتساب أمس العصر. معقولة ما شيكت على تلفونها كل هالمدة؟ ما ألومها، ما ألوم أنا ما ردت علي. كنت مجروحة. الله يسامحك يا يما، يوم من جبرتيني على هالريم احس بارجي بهالطريقة راح انسى نادية. شلون انساها؟ شلون انساها وحبها يمشي بعروقي؟ سلام عليكم. سلام، يا هلا، حياك الله. شانك؟ يا هلا فيك، انا اقول اليوم الشركة منورة. تسلم، النور نورك. طبعا حبيت اقول لك ان انا استلمت السياره، ما شاء الله عليها، تلقت لك جنها وكاله، ما قصرت. تستاهلين، تستاهلين يا نوف. وبعدين لا تنسين ان هذه غلطتي وانا لازم اصلح السياره. بالعكس، لولا هالغلطه هذه كان الحين مو قاعده يمك. بالعكس، الساعه المباركه. بارك بعمرك. الا موسى، تفضلي. عندي طلب صغير اهل كبره. لا، حاضر، عيوني المركبة. تسلم عيونك. تذكر يوم ذيك المرة قلت لك عن سالفة مديري؟ شو سوى فيني وكذي؟ وانت عرفت علي ان انا اتوظف هني عندكم. ما ادري هل العرض هذا مجاملة ولا صدق انت كنت تعني؟ نوف، انت ما عرفتني عدل. الحمد لله انا دائما لما اقول كلمة اكون قدها، ولا ما اقولها ترى. وبثبت لك الحين، بدق لك على مدير الشؤون الاداريه عندنا علشان ياخذك وياه مكتبه وتعبين طلب تعيين، وان شاء الله كلها ثلاث اربع ايام وراح ندق عليك نجيبك هني نسوي لك اختبار على الوظيفه الجديده اللي تكون قد شهادتك ومؤهلك الدراسي.
بنت وايد طيب، ما ادري شلون اشكرك، ما ادري شلون ارد لك هالمعروف صراحه. لا بالعكس، لا معروف ولا شيء، عزيزه وغاليه. بعدين انا دائما احب اساعد دعم العماله، ويا ريت كل التجار او رجال الاعمال يخطون نفس الخطوه هذه. حلو، علان استاذن. لا لحظه شويه، خليني ادق لك على مدير الشؤون الاداريه. استاذ حمدي يعطيك العافيه، تعال عندي المكتب شويه. يلا كاي لك الحين، والساعه المباركه، وتنورينا وتنورين شركتنا. تسلم. فيصل؟ فيصل؟ فيصل، فيصل، هلا 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 ريم. آسفة أزعجتك، تقدر تروح تريح داخل، أنا خلاص. لا قعدي قعدي خلاص، شبعت نوم. كنت هلكانة من التعب ونمت من غير ما أحس بنفسي. الحمد لله أمس كان وايد حلو، بس حدي متحمسة على الصور، ما أدري المصورة متى راح تجهزهم. هي صور انتبه، يبي لهم شهر على ما يخلصون. فيصل، فيك شيء؟ ضايق؟ ما أدري، أحسك مو على بعضك. شلون عرفتي؟ ما أدري، يعني المرة لازم تحس بزوجها إذا كان زعلان أو متضايق. ما فيني شيء. واحد من ربع أخو دنيا من أمس ما أدري عنه. أتصل فيه ما يرد علي. شوف الواتساب يحاقر. مشكلة إنه مطلق وعنده ثلاث بنات. إذا حاتي بنات أنا. أنا يعان. قومي طبي لنا ريوق. كان ودي أنا أسوي لك الريوق بأول يوم زواجنا. ليش ما تريوق هني بالفندق؟
تقال ايش عنده؟ ما ادري والله، بس كنت اوريك المسج قبل ونشوف حل حق الموضوع احسن ما اقول حق امي وتكبر المشكله و... زين امول، يمكن بيحاول يقنعك عشان تردين حق الولد. والله ما اعتقد، يمكن يقول لي خذي ولدك انت ربي. زين انت شنو تبين بالضبط؟ تبين الولد ولا تبي تسمعين كلام امك؟ طبعا ابي ولدي. خلاص هيل، خليني اكلم فواز وتفاهم وياه، ما له داعي تجين تشوفينا. يكون احسن بعد، لان مالي خلق اشوف فايها بعد اللي سوا فيني وبولدي. قول بسام، شكلك تعبان، ما نمت زين؟ لا ما نمت كلش. ايش اسوي؟ الله كريم. ما يخالف حبيبي، بكره تكبر وتنسى ان شاء الله هذا اللي صار كله. اكبر من كذي ايش بصير؟ ايش حلك جهاد؟ انت بعدك صغير وشباب، باكر تتزوج وتجيب عيال وعيالك يكبرون ويبون لك احفاد بعد. احفاد مره واحده امول. تدري عاد الايام كلها تمر حلوها وبمرها، كل هذا من عمرنا. خلنا من هالحكي، راح تعزمني على الغداء؟ تو الناس على الغداء، بعدين تبينا نتغدى وامي مو معانا، شنو تبين يصير فينا انا وياك؟ اي والله صادق، انا اقول خرد البيت نريح شوي على ما امي تبدل ونطلع مره واحده نتغدى. استنى هات تليفونك ونطرين بالسياره، بدك تليفون وينك؟ ان شاء الله. يلا مو تطول. لا الو هلا فواز، انداز حق امول مسج تبي تشوفه ضروري؟ خلاص مرنا اليوم احنا ناطرينك، بعدين اذا عندك شيء دز لي انا، لا تدز حق امول. اوكي يلا باي. سكتي عني، ظهري ذابحني. انا بثل امس طول الحفله، انا شلون لابسه كعب؟ شكلي بروح الطبيب. تقين اروح الطبيب؟ يبغى اخذي مسكن، واذا ما صرتي زينه انا بروحي راح اوديك الطبيب. ممكن المسكن هذا ايش بيسوي لي؟ شنو قلتي اسمه؟ مسكن؟ اوكي عادي، بنادول اي شيء. اي ظهري، المهم هذا مو موضوعي، خلي ظهري بالطقاق. انت ايش فيك اليوم؟ حسك مو طبيعيه. حفله امس وايد كانت عاجبتك صح؟ اي والله كانت فل تمام. بالنسبه لك فل تمام، بس بالنسبه لي انا كانت حفلتين. اوف ليش؟ ليش؟ ما شفتي ابوك مرتز مع وداد هانم قاعد يصور. يعني انت الحين قاعد تغارين على ابوي؟ هذه انت كل ما تكلمت معك قلبتيها غشمره؟ ايش فيك ما ترى؟ حتى انا قاعد اتكلم صدق. شوفي دام انت غرتي على ابوي فمعناته هو عندك الحب الكبير صح؟ يعني كان عندك عادي؟ مو كانها مطلقه؟ كانها للحين متزوجته؟ لا وقاعد تخزني بعد، كانها كاسره عيني. عادي يما، ترى هي ناسيه الموضوع. اي الحركات البايخه هذه شو يسمونها؟ شوفي يا يما، بقول لك شغله، سمعيني حبيبتي، هذه الحركات ممكن قاعد تسويها قدام الناس بس، يعني انها تبين ان علاقتهم طبيعيه ما في مشاكل، وبعدين هذه يسمونها حركه دبلوماسيه، عرفتي؟ يعني لا امي، امي شكو، المهم لا خالتي وداد تفكر بابوي ولا ابوي يفكر بخالتي وداد، خلاص عاد فهمي. والله يا منال اللي بالجدر يطلع الملاص. غارين ها؟ فيصل، دقيت على صاحبك تطمنت عليه؟ ذكرتيني. دقي عليه وإذا ما رد دز له مسج.
تبيني انا اكتب لك المسج؟ لا. بس قفشه واحده يما بس قفشه واحده تكفيني يما ما اقدر ما اقدر انزين بابا طلت عصير لا ما ما يما شنو ندوي ترى انا عرفت انت قاعده تدلعين ما تدلع يا يما معدتي مو قادره اكل شيء يما انت كل يوم الصبح تحنين علينا نتريق انا الحين بحن عليك هذا كله راح يخلص الحين لا يما كله كل يما بيض ما اقدر يما ما اقدر ما اقدر يا ما شاء الله تبارك الله منوره منوره طهور طهور الحمد لله على سلامتك يا عمري يسلمك شلونك الحين ان شاء الله احسن الحمد لله يا خالتي اسفه تعبتكم واذيتكم يا بعد عمري تعبك راحه يا يمه انت مثل بنتي واكثر بعد يا حبيبتي خالتي تعالي استريحي استريحي ان شاء الله يمه ما قصرتي حبيبه قلبي الحمد لله اللي الله سلمك وعافاك يا رب الحمد لله يا خالتي مي يلا يمه روحي ارتاحي ونامي لك كم ساعة ترى أنت من أمس ما ارتحتي والتعب مو زين لك إيه يما صح 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 كلام يدتك سمعي الكلام روحي ارتاحي أقول لك خالتي السايق معاه الخدامة عشان تكون معاها هي أكيد يما ما خليه تروح بروحها مع السايق يلا يما روحي ناطرينك تحت لا تأخرين ولين يوم خواتك من المدرسة يبيهم وتعالي يلا حبيبتي وإن شاء الله باكر أمك بالكثير الصبح بالبيت زين يما ما تبين شيء من البيت؟ أبي كل شيء، أبي تبي لي جنطة تحطين فيها ملابس وتحطين تليفوني والشاحن ومعجون أسنان وفرشة أسناني وتبي لي مشط يا يما اليوم طالعت شعري بالمنظر اخترعت شلل كل شيء يا يما يما أنت بكل حالاتك حلوة شكرا يما حبيبتي أديتكم معي إيدا إيدا ترى أمي ما كانت ولا شيء من الصبح وأنا حن عليها مو راضية تاكل لا تديرين بال الحين أخليها تاكل يلا يما مع السلامة مع السلامة حبيبتي ربي يحفظك يلا يما كلي يما هذه ما تدري أنا قاعدة أتغذى كم غذي هذا اللي ماي هذا أكل هذا اللي بيقويك يلا يما اكلي 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 لا تقصين علي يلا أبي خالتي ما مشتهية حبيبتي اكلي الأكل زين لك يلا يما يلا الظاهر ما نمت عدل اللي ما نام داره يصير فيه كذي الله صار الظهر وما رحت الشركة شكلك ما نمت عدل اخي والله طول الليل تقلب بالي مشغول مالي خلق عشان كذي هديتك وقلت لي انام بالصالة ما بيأذيك اللي ينام برا داره قل مقداره ها مو مهم المهم انك عندي تنام وين تقعد وين مو مهم ترى انا سويت لك ريوق اليوم خفيف عشان نطلع نتغدى برا وين خفيف هذا خفيف انا وين اقدر اتغدى عقب الريوق انا عزمتك ممكن ان شاء الله دام عزمتني حاضر اعطيني خبزه يلا الحين وين احط الاغراض؟ جنطة امي برا عند الباب، روحي بيها تعالي. بعدين روحي جيبي الملابس اللي هني حطيها بالجنطة. يلا تليحش ما خلصتي؟ كاني كاني خلصت بطلي الجنطة هنحط هذيل لحظة الحين شنو بقى؟ وين تلفون أمي والشحن؟ تلفون أمي بجنطتها وكان شحن مني روحي جيب الجنطة تعال Thank you.
ليش ما بدلتي للحين؟ بدل؟ انت ما قلت لي بس 5 دقائق واكون جاهزه. يلا بدلي بسرعه عشان ننزل تحت. ولا خلصتي قولي لي عشان انا ابدل. داق عليه اكثر من 20 مره بس ما ادري منو. مو مسيف الرقم؟ امبلا بس كاتب عليه الدوام داق عليه وايد بالليل. قاعد يدق يدق. شوف روحي روحي بالجنطه. الو؟ الو السلام. تليفون نادية هذا؟ ايه هذا تليفون نادية. بس انا بنتها، انت منو؟ انا زميل امك بالدوام، بس كان في ملف ناقصنا ويبي المدير ضروري. هي وين؟ اقدر اكلمها؟ بس امي مو موجوده، امس تعبت علينا وانا ويدتي وديناها المستشفى. عسى ما شر صاير لها، طلع من اذونها دم وايد، والدكتور قال ان ضغطها مرتفع ونفسيتها تعبانه، بس ترى التلفون راح يتسكر باي لحظه. لحظه اعطيني رقم الغرفة والمستشفى، بندز لها ورد ونسوي لها مفاجأة. هذا طفى صدق؟ ايه. اوه شنو هذا؟ الحين ما خلصتها؟ ترى وايد تأخرتوا. يلا انا بروح عند امي. كا خلصنا. مسكي هذه، حطي التلفون. يلا يلا امشي امشي ويلا. ترى راح يتغير موعدنا. رفيجي اللي قلت لك عنه طلع بالمستشفى. زين روح له باكر، الحين اوريدي يعني تاخر الوقت على زياره المريض، واحنا اصلا باكر بنسوي تشيك اوت. باكر تشيك اوت؟ ابشر رفيجي بالمستشفى غيبوبه. قولي لي خلها باكر. اجلي موعدنا. كلش مو وقته. اللي تشوفه حبيبي. شنو قلتي؟ قلت اللي تشوفه حبيبي. حلوة حبيبي. الو؟ هاي يما، كنا زوجتوني ونسيتوني؟ لا فيصل مو يمي الحين، كل شيء تمام، لا تحاتين. إن شاء الله بس يرجع أخلي كلمك. إن شاء الله. أهلا وسهلا. كم شخص أستاذي؟ 2 بس. تفضل. داير بس هو قبل من يوم. نبي خط طاولة. أوكي تفضل. تذكرها؟ تذكر؟ هني طلبت ايدي. اي اذكر. نفس الطاولة ونفس الكراسي. وانا كنت وايد مصدومة ومستحية. اوه شكلنا راح نطلب وايد. لا اقول انا اللي بدفع، لا تطلب وايد، تستغل الفرصة. مو لانك بتدفعي راح اطلب المطعم كله. حوافي. خلاص اخذ منظرتي احطها بالجنطة. هذه الأوراق افتكيت منهم. ألو ألو، ها شيء حبي. لا 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 خلاص حبيبتي، أنا قدمت استقالتي وبفتك منكم من ويوهكم. لا راح أتوسط حق أحد ولا هم يحزنون. بس إي لا 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 قطع لا ويه، بس شلي بهالعباله؟
أنا قلت لك أنا مو مال هالمكان هذا. سوري يا حبيبتي. ده كان زمان. لا خلاص، الحين كا بلم أغراضي. يلا دقيقة وأكلمك. باي. هذا لحد يشوفه. خلاص. وين شنطتي؟ قطع. أنا بفهم، هذا من صدجه ماخذ هالشيفة ويفتر فيها من مكان لمكان؟ وهو ما شاف ويا حدا من خذاها وشاف الحلاقة اللي هي فيها؟ يما خلاص عاد بالطقاق اللي طقاه وياها زين؟ الحين نروح مطعم جديد توه فاتح، وأنا عازمكم بعد ايش تبون؟ لا تفهم بس ما أبي أروح مكان، أبي أروح البيت. أنتِ من صدجك؟ أنتِ من صدجك مزعلة نفسك على واحد ما يسوى؟ يا يما خلاص انسي، أنا قايلت لك عيشي حياتك. بعدين أنا محتاجة شوية وقت عشان أنسى اللي صار هذا كله. ترى مو سهلة أشوف أبو ولدي وريلي في نفس الوقت مع واحدة غريبة. الله يسود وجهه على هالسالفة. أمول اهدي أنت، خلاص الحين نروح البيت ونطلب، بس اهدي. يلا امشي يلا امشي. يما حفظت الصورة. قولي يما قولي. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. يما حفظت بعد أغنية. يلا عاد بس عاد يلا مسختوها يلا يلا مشوا البيت خلوكم ترتاح، أنتوا وراكم مدرسة باكر يلا. إذا أنا بنام عند أمي. عمر اللي بتنام عند أمها والمدرسة. عادي أقدر أقول إن أمي مريضة. وما أقيد باكر بعد عمري. قصدك إنك تأذينا وتلعوزينا مو كذي؟ يلا عاد مسختوها يلا يلا امشوا خلينا نروح البيت خلونكم ترتاح يلا. إلا مناتي عاد هذه عمرها ما أذتني صح يما؟ يلا 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 يما يلا قدامي يلا 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 وطيعوا كلام دينا تعالى يلا يما يلا كل شيء تقوله ديدا سووا زين يلا يما يلا لا حلوين يلا حبيبتي مع السلامة الصبحين على خير مع السلامة الله يحفظك الله يحفظك الله معك يلا يما شلونك يا امال؟ سليمه امك اليوم سولفت لي على اللي صار معاكم. بسام قال لي ان فواز يبيك بموضوع. يا بنتي اذا مو حابه تشوفينه لا تجبرين نفسك. ممكن نقول لبسام خليه يوم ثاني. لا يبا عادي. انا اصلا ابي اشوف فواز.
أبي أعرف اللي أبي بالضبط. أتوقع اللي في باله هو نفسه اللي ببالي. شنو اللي ببالك يبا؟ ولدي عصام. أكيد يبي يطلب مني إنه أخذه عندي. وأنت تبين ولدك يكون عندك؟ أكيد يبا. أكيد أبي عندي. أحس هالشيء راح يغير من نفسيتي وايد. على الأقل أحس نفسي عايشة عشان عصام. أنا يبا أحس نفسي مو نفس قبل. تغيرت وايد. أحس نفسي انكسرت. كسرت حيلي يبا. ما عاش يا بنتي اللي يكسرك دام أنا حي وعهد علي من يوم ورايح ما حد راح يضايقك ولا حد راح ياخذ ولدك منك دام أنا عايش. ولدك بيتم عندك على طول. فواز خلي علي أنا اللي بكلمه. لا تشيلين هم يا بنتي. ايش انت تبيني اسوي يعني؟ امي بالمستشفى اخواتي طايحين على كبدي. اي اخوانا الاخت العوده كل شيء يطيح على راسي. ولهت علي؟ هي انا بعد. والله ما ادري هم اخي طلعون امي من المستشفى بالاول. ما ادري ان شاء الله باكر عقب باكر بحاول كثر ما اقدر. المهم اني اشوفك. يدتي وخواتي قاعدين عندها. والله انا رديت على اساس اني بدرس حق امتحان باكر. لا وانت مخليني ادرس اصلا؟ والله خلود ما حليت بامتحان باكر عدل انت السبب. يلا عاد.